أهلين، إلي عبد الحي. حضرة النائبة، لازم تطلع من هنيك فوراً فوراً. ما عم أفهم عليك عبد الحي. ألو، لازم تطلع من هنيك. ما عم بفهم. ألو ألو، عم تسمعيني؟ إيه، هلأ عم بسمعك. فوراً بعدي من هنيك فوراً. شو عم تحكي عبد الحي؟ اوعك انك تجرب. بدي الشرطة فوراً، أنا المدعية العامة. نزلي سلاحك هالمرة على مدار ماله موجود لينقذك. معك حق، ما عاد في حدا يمنعني من قطع راسك وحرقك بالنار. قولي وين رهف؟ إذا قوصتي عليه بتعرفي إنك بحياتك ما عاد تقدري تشوفيها لرهف، ما هيك؟ حضرة النائبة، نزلي سلاحك بلا ما ينأذى حدا. اوعى تقرب. نحن ما في عنا أي سبب مشان نتهرب من القوانين، ما في داعي لاستخدام السلاح. عم تغلط، اوعك تقرب مني. مارغريت، اطلعي من هون فورا. اصحي، بتخطي خطوه وحده. مارغريت، عم قلك اطلعي. وقفي. لا تحاول تحكي، بعد شوي رح ينتهي كل شيء. مارغريت، أنا ماري حابب أتركك بنوب. هونيك في حياة أفضل رح تكون منتظرتك. أنت خدمت الرب يا جاك، وإجا الوقت لحتى تحصد اللي زرعته. شامل، المرأة هربت. معلم، نحن بمعركة وحياة المدعي بخطر. الكاميرات لسه ما اشتغلت؟ بهديك المنطقة لسه ما اشتغلت. لك يلعن الكاميرات وكل هالشغل. المرأة هربت من تحت عيوننا.